أهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهاردة موجودين عشان تغطية صلاة الجنازة. الله أكبر، الله أعظم ولا زفر الجنة، على روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. واحنا بنترقب دلوقتي وصول الجثمان في أي لحظة. في توافد كبير للنجوم، زي ما حضراتكم شايفين. الفنان رشوان توفيق طبعا، ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر. طبعا الفنان رشوان توفيق ربنا يديه الصحة، طبعا وصل عشان أداء صلاة الجنازة على روح الفنان دلال عبد العزيز. طبعا مقدرين طبعا الموضوع صعب طبعا مقدرين تعب الفنان رشوان توفيق اللي دعا الفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة. احنا بين اللحظة والتانية في انتظار وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر إن شاء الله. طبعا كل العربيات اللي بتيجي للفنانين بيدخلوا الجراج هنا وبعدين بيخرجوا لنا وبعدين بيخشوا في الجزء المخصص للصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا وقت أذان الظهر ندعي للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة والفنان الراحل سمير غانم، وإن ربنا يصبر طبعا قلب دنيا وإمي سمير غانم. خلينا نشوف مين اللي وصل. طبعا من شويه حضر الفنان احمد زاهر وبناته، طبعا اللي في العربيه شريف منير. لا 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 ورا الصوت من ورا هنا. ده بص كله ورا الصوت، ورا الصوت يا جماعه. هو مش هيجي لنا هنا، هو مش هيجي هنا وهيمشي. هو مش هنا بقى. كده قدام يا كويمة، اعمل شويه. طبعا فنان شريف منير بيقول لهم بس ايه، نلحق نصلي مش على اداء ندى. رجع يا زميلي،
طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الفنان من شويه احمد زاهر حضر ومعاه ليلى، معاه بنتينه يعني طبعا، وكانوا لابسين اسود. دينا الشربيني الفنانة، دينا الشربيني تجري عشان تلحق الصلاة، وكمان عشان تبعد عن المصورين. في حد تاني جه، هنعرف مين. هتقولي بقى البنات مين؟ لسه مش عارفين مين النجم اللي جه. طبعا مش يا اسوان، انت فين يا اسوان؟ فين يا حب؟ انت فين اصلا؟ على فين ده؟ مش هناخده. عثمان وصل يا جماعه، حاله اغتصاب يا جدعان. يوم مصر، اليوم مصر يوم مناسب. طبعا الفنان احمد سعد، المطرب احمد سعد وصل. سعد بحب البعرة. طبعا الله يرحم الفنانة دلال عبد العزيز. طبعا واحنا موجودين دلوقتي عايزين ندعي الدنيا وامي ان ربنا يصبرهم.
عموما في نهاية اللايف بشكركم، كنت معكم أسامة طلعت محمد فتحي، شوف العربية انا عن نفسي مش هطلع كده، بس بعد اذنك قال لك هنا خلاص. معلش معلش يا باشا، طب معلش انا بقى فين يا جدعان؟ بس بعد اذنك. لا 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 سمحتي، لو سمحتي بالله عليك اسمع مني. طيب انا مش هعدي الخط ده، بس بعد اذنك خليني اوسع. انا كلمت ورا انا والله كلكم تعملوا شغل عايزين. والله الناس دي عندها شغل والله. دي واحده عسكريه مش عايز بالراحه. معلش ليه عسكريه بالراحه. في نهايه اللايف بشكركم طبعا، ده وصول الجسمان. شكرا لكم، كنت معكم سنه طلعت محمد سفي. شكرا لكم. ازاي؟ طيب قول لي انت ازاي، وانا قول لي انا اليوم السابع يا بيه. فما تقوليش كده يا فندم. انا اسمع ادب قوي، اتفضل يا فندم. على رصيفك يا انت كده ادب يا ستك. بطلبتي بس ما كده ادب.